إذا شاهد حكامنا الآن بأرض الميدان يعطيهم ألف عافية. السيدة آن سافانيوك من سيدة أليشا بونافيسكا من بولندا، سيدة بيلار كبيرو من إسبانيا، والأستاذ عبد الله الكعبي من قطر. مسؤول الميدان دكتور محمد بحسن، استقبل الفئة الثامنة في أرض الميدان للدمين. إذا مجموعة أخرى من الأفراس بعمر من 7 إلى 10 سنوات نشاهد بأرض الميدان. 9 أفراس تتنافس على المراكز الخمس الأولى والثلاث الأولى للتأهل في البطولة هذا المساء. هذا المساء لدينا البطولات النهائية للتصفيات والمتأهلات من الأمهار والمهرات، الأفراس والأفحل. هذا كله سوف نكون معكم إياه بإذن الله في هذا المساء من خلال بطولة قطر المحلية 8 لخيل الجزيرة العربية الأصيلة. إذن بخروج جميع الأفراس من أرض الميدان تبقى الفرس التي سوف نستقبلها منذ الأولى. الأفراس التي سوف نستقبلها الآن من خلال الحركة. First mare to go. We'll be right back.
نتابع هذه الطرات رقم 138 في أرض الميدان. بعد المشي ذهابا وإيابا أمام سادة الحكام، ويبدأ الحكام بالاقتراب والنظر والتمعن ووضع العلامات التي يرى كل حكم مناسبة في هذه الفرص. تابع حكام من عدة دول مختلفة يحكمون هذه البطولة، طبعا 8-1 بالروتيشن مستريح و7 في أرض الميدان، ويتم حذف أعلى وأقل علامة. تنهي هذه الفرص رقم 138 ونستقبل الفرص التالية بأرض الميدان. Next mare to go. ثاني الأفراس في أرض الميدان، والمشي مطلوب يكون هادئا مشيا ذهابا وإيابا خط مستقيم كما نشاهد. ولاحظوا أعين ونظر الحكام إلى القوائم مرة أخرى تقف، وباقي المواصفات القوية الجميلة المهمة والتركيبة للفرس العربية الأصيلة هي التي يأخذ الحكم على الاعتبار، هي نقاط قوة ونقاط كمال ونقاط مهمة لتركيبة جسدية مميزة تؤدي إلى الجمال. الجمال هو نتيجة هذه التركيبة الجميلة القوية للخيل العربية وليس المنظر. نتكلم عن الجوهر للفرس العربية الأصيلة، هو يفوق المنظر بكثير. تنهي هذه الفرص رقم 139 ونستقبل الفرص التالية في أرض الميدان. Next mare to go. لدي أولى نتائج لأولى الأفراس، الأفراس رقم 138 أسماء جهينة. هذه الفرس من الأب سنان الريان والأم
بادية النايف، أما المالك لهذه الفرس هو مربط السويدية. سكور نمبر 1-3-8. أسماء يهينة فور تايب الهوية العربية 19.5 لأسماء جهينة. Thank you. 140. شكراً لرقم 140. وبانتظار الفرس التالية في أرض الميدان. Next mare to go. لدي نتيجة الفرس 539 من وتا المرونة، وهي من الأب ميدان العالية، ومن الأم مسترز ليلى المالك، الأستاذ محمد مصباح الفوارق. سكور مير نمبر 1-3-9. Type, هوي العربية movement الحركة 19 3 times 88.5 88.30 لمنوة
Thank you, number 141. Next, mayor to go. إذن هذه الآن نتيجة الفرص رقم 140 وهيلي الشقب وهي من الأب شكران الناصر ومن الأم حمزية الشقب المالك الأستاذ ناصر عبد الله المنصوري والمربي مرة الشقب نمبر 140 هوية العربية 19.5, 19.5, 19.5, 23 times 19.5. ما شاء الله. هذا نك. راس ورقبة. واو واو. 19.5, 20, 24 times 19.5. ما شاء الله. بدي أقسم. 17.5, 18, 18.5, 18, 17.5, 17.5, 18. Next. واي. 15, 16. 15.5, 15.5, 14.5, 15, 15.5. Finally movement. أخيرا الحركة. واو 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 واو. 20, 20, 20, 20, 19.5, 20 and 20. ما شاء الله. Total score 92.20. 92.20 لهواية الشقب. Next, mirror to go. إذن لدي الآن نتيجة الفرص 141 من آير الشقب وهي من الأب العديد الشقب ومن الأم جولنار العالية المالك الأستاذ عبد الله سالم الهاجري فور تايب تهوي العربية 19.5 19 19 19 19 19.5 إذا ديك رأس ورقبة 4 times 19 18.5 18.5 and 19 بادي جسم 3 times 18, 18.5, 18, 18, 18.5. Next, OM. 15, 15.5, 15.5, 15, 14.5. 15, 16. Movement, الحركة. 19, 18.5, 19, 19, 18.5, 19 and 19. Let us score. 90.20. 90 فاصلة 20 لمناير الشكل.
Thank you. 143. And next mayor to go. لدي نتيجة الفرص رقم 142 دانا الفارس، وهي من الأب فارس والأم دي جي عالية، المالك الأستاذ منصور مسعود المري. Corporate number 142 type العربية 19.53 times 19 80.5 19 at 19 رقبة 19.5 19.5 19 19 80.5 19 at 19 body adhesion 4 times 18, 17.5, 18 and 18. Next, Hawaiian. 3 times 15, 15.5, 15, 15, 15.5. Movement, and haraka. 5 times 18.5, 18 out 19. Let us score, 89.70. 89.70 لدانا الفارس. Thank you, number 144. And welcome next to go. إذن لدي الآن نتيجة الفرص رقم 143 إحسان الشهانية من الأب الراقة العالية ومن الأم سلومة المالك الأستاذ سيف محمد الهاجري أور تايب الهوية العربية. واو 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 واو
20 19.5 19.5 20 20 20 19.5. ما شاء الله. هيد اند نيك، الرأس والرقبة الأستاذ سيف. واو 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 20 20 20 20 19.5 20 20. ما شاء الله. بادي جسم 18 18.5 18.5 18.5 18 18.5 18.5. legs قوائم 15 16. 4 times 15.5 and 16. movement الحركة 19 19 19.5 19 19 19. total score 92.80. تتصدر إحسان الشحانية بهذا المعدل 92.80 من العلامات. okay next mare to go. Okay, so I have score for number 144 شيخة الدانات، وهي من الأب شيخ الدانات ومن الأم بدر الدانات، المالك الأستاذ عبد الله علي الكعبي. score for number 1444 طيب الهوية العربية. واو 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 20 20 20 20 19.5 19.5 and 20. head and neck رأس ورقبة ما شاء الله. واو 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 19.5 20 20 20 20 20 20 19.5. body جسم 18 17.5 18.5 3 times 17.5 and 18.5. legs قوائم 15.5 16 15.5 15.5 15 15.5 16. movement الحركة 20 19.5 19 19.5 19 19 19.5. total score 92.60 92.16 في المركز الثاني لغاية الآن شيخة الدانات 92.60 وهي في المركز الثاني لغاية الآن. الفرص رقم 144 شيخ الدانات. ما شاء الله تنافس قوي وجميل ورائع ومميز في هذه الفئة. Thank you judges. It was very strong class. كانت الفئة قوية جدا. شفنا العشرينات بكثرة والواو تألق في هذه الفئة. Thank you judges. Thank you ringmaster. Thank you DC. الآن نتيجة الفرص رقم 145 سكور نمبر 145 سمسمة الناصر، وهي ملك الأستاذ مسفر محمد الهاجري. فور تايب الهوية العربية 20 19.5 19.5 20 3 times 19.5. إذا نيك الرأس والرقبة 5 times 19.5 19 19.5. body adjacent 18 18.5 18 18.5 3 times 18. legs قوائم 15.5 15.5 15 16 15 16 15.5. movement الحركة 20 19 19 18 19 19. total score 91.70 91.70 للفرس رقمي 45 سمسمة الناصر 14.
لنتيجة واحدة ونعلن صاحبات المراكز الخمس الأولى. SES Planes has produced endless gold champions and some of them became worldwide legends. When you win prizes it's nice, but it comes and goes. When you see a fall, a baby born, this is what so last result like of mare number 146 يبرين الوعب by Faris out of Mahan Nasir on by this program is offered by Mr. Rahama Isa Al-Sahlawi for type الهويه العربيه 19.5 19 19 18.5 19 18.5 19 body adjacent 18.5 18 18.5 18.5 3 times 18 legs قوائم 15 15 15.5 15.5 14.5 15 15.5 movement الحركة 3 times 19 18.5 18 18 18.5 with a score 90.2 90 plus 20 the يبرين الوعب حضات ونعلن صاحبات المراكز الخمس الأولى. كونوا معنا هذه الفئة القوية الرائعة التي حصلت على تنافس كبير في أعشار العلامات. أوكي إذن نبدأ بإعلان نتائج First place المركز الأول mare number 143 رقم 143 إحسان الشحانية ألف مبروك للأستاذ سيف محمد الهاجري المركز الأول ما شاء الله استاهل Second place الجميلة والرائعة الأخرى مير نمبر 144 شيخة الدانات ألف مبروك الأستاذ عبد الله علي الكعبي سهل رائعة كانت مميزة ما شاء الله عليها إيرث بليس المركز الثالث مير نمبر 140 الفرس رقم 140 وهي هوايل الشقب ونبارك الأستاذ ناصر عبد الله المنصوري. فورث بليس المركز الرابع من نمبر 145 للفرس رقم 145 سمسمة الناصر نبارك من الأستاذ مسبر محمد الهاجري. فيفث بليس المركز الخامس مير نمبر 141 الفرس رقم 141 وهي مناير الشقب ونبارك لصاحب هذه الفرس من أهل الشقب الأستاذ عبد الله تالم الهاجري مبروك لجميع الفائزات في هذه الفئة الرائعة والمميزة التي فعلا كانت قوية والتنافس كان فيها على أشدة وسوف يتفضل بعد استفاف الجميلات في أرض الميدان سوف يتفضل مشكورا وجله كل التحية والتقدير الأستاذ أحمد أمان الله الشيباني مدير إدارات الخدمات والدعم له منا كل التحية والتقدير سوف يتقدم مشكورا بتتويج الجميلات هذه الفئة التي كانت التنافس فيها على أشدة بين تلك الجميلات في هذه الفئة كل التحية والتقدير للأستاذ أحمد أمان الله الشيباني مدير إدارات الخدمات والدعم الحكومي له منا كل التحية والتقدير يتفضل مشكورا لتوج الجميلات الرائعات في هذه الفئة الرائعة والمميزة حقيقة اختالت بها
الجميلة رقم 143 إحسان الشحانية، واختالت في المركز الأول برصيد 92.80. ونبارك لمالك هذه الجميلة رقم 143 إحسان الشحانية من الأب براق العالية والأم سلومي المربي مربط الشحانية، والمالك الأستاذ سيف محمد الهاجري. ألف مبروك الأستاذ سيف محمد الهاجري، المركز الأول. Second place، المركز الثاني مير نمبر 144 الفرس رقم 144 شيخ الدانات، وهي من الأب شيخ الدانات والأم بدر الدانات المربي الأستاذ محمد سليمان العمر من الكويت، والمالك الأستاذ عبد الله علي الكعبي. ألف مبروك المركز الثاني. Third place، المركز الثالث من نمبر 140 الفرس رقم 140 هوايل الشقب، وهي من الأب شقران الناصر ومن الأم حزيمة الشقب. نبارك للأستاذ ناصر عبد الله المنصوري والمربي مربط الشقب. ألف مبروك للأستاذ ناصر عبد الله المنصوري. Fourth place، المركز الرابع مير نمبر 145 الفرس رقم 145 سمسمة الناصر. نبارك للأستاذ مسبر محمد الهاجري. Fifth place، المركز الخامس مير نمبر 141 الفرس رقم 141 وهي مناير الشقب. ألف مبروك للأستاذ عبد الله سالم الهاجري. مبروك لجميع الفائزات من الجميلات والفائزين مالكين ومربين لهذه الفئة الرائعة. الشكر والتقدير للأستاذ أحمد أمان الله الشيباني الذي تفضل بتتويج الجميلات في هذه الفئة، له منا كل التحية والتقدير، وهو مدير إدارة الخدمات والدعم الحكومي، له منا كل التحية والتقدير لتفضله بتتويج الجميلات. إذن أعزائنا الحضور، أعزائنا المشاهدين، لحظات ونبدأ مع فئة الأفراس عمر 11 عاماً وما فوق، وذلك في ثاني أيام بطولة قطر المحلية 11، وذلك في ثاني أيام بطولة قطر المحلية 8.